اليوم ربما كتنتظرني مهمة صعبة. أنا محاط بثلاثة يعني مشجعين لفريق الريال مدريد يعني، والأمور كانت جد صعبة نهاية الأسبوع بالنسبة لعشاق المدريد منهم السي بدر الدين الإدريسي، سي فؤاد الحناوي اللي يعني التقيته قبيل الكلاسيكو، قلت له واش فين عتشوف الماتش؟ قال لي لا ما نشوف لا ماتش لا والو، حتى يعني ما بغيناش نوصلوا حتى لهاد فؤاد حتى لهاد الدرجة، بغينا يبقى فريق الريال كذلك. نعم حيت عايشين غير على هاد الانتصارات الكثيرة اللي حققها ريال مدريد صحيح السنوات الأخيرة، فريق ريال مدريد هاد 10 سنوات الأخيرة في الليغا فاز بالعديد من الألقاب، أكبر لقب اللي هو أكبر من الليغا اللي هو الحلم ديال كل فرق الأوروبية الآن، اللي ربما الآن لقب البطولة في ظل يعني السمعة وفي ظل القيمة ديال لا ليغ دي شامبيون، فربما منافسة البطولة. غنقول لك السي فؤاد الله يعطينا وجهك اللي عنده 13 لقب، ربما حتى نقربوا شويه نقربوا شويه لهاد 13 لقب عادي كنا نهضروا شويه. اذا الليغا ما عندها حتى اهميه، الله يعطينا وجهك. 31 ليغا لفريق ريال مدريد ما نساوش، باللون الابيض ولا باللون الابيض ولا الاصفر وباللون الابيض والاسود اللي بغيتي اللي بغيتي نحسبوا حتى اللي بغيتي اللي بغيتي. سي امين بن هاشم اللي كذلك من مشجعي فريق الريال وللامانه كذلك من اصعب الناس اللي اتصل بهم عبر الهاتف، يعني كانت حماو كاملين يعني، لا انا ولا فؤاد ولا بدر الدين ولا هشام رمرم ولا الكل باش يتصلوا بسي امين بن هاشم باش يكون حاضر معنا، هو لبى الدعوه اليوم.